مساء الخير. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام مع صحابي سأله: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه. هل معناها أن كل ما الإنسان بقى أفضل وأحسن هيتعذب، وأن الله إذا أحب عبد ابتلاه هتقول هو ده جزائي، كل ما أحب ربنا أتعذب أكتر؟ هو الموضوع مش كده خالص. هو معناه إيه الحديث ده؟ عارف بالظبط لما يكون في فصل الفائقين وفي الامتحانات لهم أسئلة خاصة بيهم، مش بيعاقبوهم، بالعكس هما قدراتهم مميزة، فهيذاكروا أحسن بالاختبار ده، هيطلع أقوى ما فيهم من قدرات، فهتتطور أفضل، فهيكونوا أنجح وتأثيرهم في اللي حواليهم أكتر. مش فكرة عذاب خالص. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. والأنبياء هم أصحاب قدرات مميزة، فابتلاءاتهم أصعب وهم أكتر قدرة على التحمل والتأثير. لكن من رحمة ربنا إن الابتلاء مهما كانت صعوبته فهو تحت منظومة وقانون لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني أي حاجة تحصل لك فهي في وسعك وتقدر عليها. طيب ليه بحس إني مش قادر وإن ده فوق قدراتي؟ لأنك بدل ما تكتشف قدراتك اللي هتخليك تعدي من المحنة دي، مشغول في اللوم والإحباط وتحليل أنا ليه بيحصل لي كده، هو ده جزاء، هو ده ابتلاء، فبتهدر طاقتك. برغم لو ركزت بس في الحل، في السعي، في اكتشاف نفسك، هتعرف إن كل حاجة بتحصل لك هي فعلا وسعك وتقدر عليها جدا. بس محتاجين ناخد قوانين ربنا مسلمات ونشتغل على أساسها، مش بنختبرها وبنشوف مدى صحتها، ودي أكبر غلطة بنقع فيها فعلا بتشتتنا. الأنبياء كل رحلتهم ابتلاءات، والرسول عليه الصلاة والسلام مر بابتلاءات بقت منهج عايشين بيه وبدرسها. الابتلاء هو الأساس اللي مبني عليه فكرة وجودنا. ليه؟ لأن ربنا ميزنا عن كل المخلوقات بالعقل. ليه؟ علشان نقدر نختار. ليه نختار؟ علشان نتعرف على ربنا في كل الظروف ونختار حبه بإرادتنا. فقال لنا على قانون: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. كل ابتلاءاتنا لكل البشر في العالم مش هتخرج عن الخمس ابتلاءات دول ومشتقاتهم. وربنا من أسمائه البديع، فحتى الابتلاءات فيها إبداع، وكل واحد مخلوق له بصمته في ابتلاءه وتأثيره ودروسه وأثر هيتخلق جديد جواه، هيطور منه ويغير فيه، فهيبقى كل واحد قادر يسيب أثر مختلف حواليه. أول ابتلاء ربنا حذرنا منه هو الخوف، ومش هنقدر نواجه باقي الابتلاءات إلا لو اتغلبنا على الشعور بالخوف باستمداد الأمان من المصدر الله، غير كده هنفضل في دوامة خوف وقلق تقضي علينا. تاني حاجة، نقص الأنفس مش شرط بالموت، لكن ممكن بافتقادك لأدوار وأشخاص كان لهم دور في حياتك. نقص الثمرات هو نقص النتائج بتاعت سعيك، وبإدراكك ده هتتوجد بطانة داخلية لفكرة تقبل نتائج تانية غير اللي انت راسمها، فبتقدر تجهز نفسك لاستقبال النقص. ليه بنقول الكلام ده؟ لأنك لما تأقلم نفسك وتجهز نفسك طول الوقت إنك موجود هنا الحكمة والهدف، وطول الوقت هتتسأل، فتبقى مستعد وجاهز لأي سؤال وأي اختبار من قبل ما يحصل، ودي واقعية مش تشاؤم. وده منهج الرسول عليه الصلاة والسلام في تعليمه للصحابة ولينا، بيجهزنا طول الوقت وبيحصن قلوبنا بمعرفة الله وبمعاني مهمة قوي قبل وقوع الابتلاء، فتبقى مذاكر وجاهز من قبلها. انت هتتسأل، سواء سؤال سهل أو سؤال صعب، عرفت تحل أو معرفتش، كده كده هتتسأل. الأسئلة دي على حسب درجاتها هتجبرك إنك تكتشف حاجات كتير عن نفسك وعن قدرات الله. الاكتشافات دي رحلة ظاهرها ألم، لكن باطنها رحلة معرفة وقرب ومعاني ودروس. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. في بقى جزئية مهمة قوي في الموضوع ده ضروري توضحها. لما بيتقال إن الابتلاء علشان تطهير من الذنوب في الدنيا، مش المقصود بيها إن ربنا بيعاقبك بإنه يمرضك أو يحصل لك حاجة سيئة علشان ذنوب تخلص منها قبل ما تموت، مش المعنى ده خالص. هي أكيد الابتلاءات فيها حسنات وهتمسح سيئاتك، ده طبيعي، إن الحسنات يذهبن السيئات، دي نتيجة بتحصل لما تبتلى، لكن مش دي الحكمة من ابتلاءك علشان تجمع حسنات تمسح ذنوبك. ما ده ممكن تعمله بخير أكتر، ليه يبقى بوجع مثلا؟ الحسنات والتطهير ده نتيجة مش الحكمة. طيب الحكمة إيه؟
إن أنت مخلوق لدور ورسالة، ده الهدف من وجودك، وبتجهز للرسالة دي طول الوقت لآخر لحظة في عمرك، فبتتطور علشان تأديها على أكمل وجه، وما تعرفش ربنا هيستخدمك إزاي. رسالتك دي ممكن تبقى صبر على مرض، والمرض ده لولا ما كانش بقى فيه علم واكتشاف لعلاج وإظهار لقدرات الله، وإنت تبقى مشارك في ده من بعيد. حكمة بالغة ما نوصل لهاش، منظومة كاملة ربنا بيديرها، كلها بتصب في معاني التعرف على الله، وده هدف كل واحد فينا، إنه يتعرف على ربنا ويعرف الناس على ربنا على طريقته. هو ده معنى الإعمار في الأرض، رحلة تنقية واصطفاء وتطوير لقلبك وروحك، رحلة بترتقي بيك وبتعليك فبتطهرك وبتزود حسناتك. فما ينفعش نختزل المعنى إن ربنا بيبتليك بس علشان ذنوبك يغفرها ويبدلها حسنات. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. معرفة حقائق المعاني بتقربنا وبتطمننا. حلقتنا النهاردة عن الابتلاء في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، هنتكلم في المعاني دي بالتفصيل والدروس والحكم من ابتلاءات الرسول مع ضيفنا الشيخ عبد الأزهري من علماء الأزهر الشريف بعد الفاصل.